بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على جريدة أشتوكم تي في الإلكترونية، لنواصل معكم حواراتنا مع مختلف الأحزاب التي تتنافس على المقاعد الجماعية خلال الاستحقاق الانتخابي اليوم 14 تنوير 2015. نحن اليوم في ضيافة حزب التجمع الوطني للأحرار. إذا كنا سابقا أجرينا حوارنا مع مرشحين داخل المجال الحضاري، فاليوم ننتقل إلى المجال القروي وبالضبط إلى الجماعة القروية أقصري، لنتحاور مع ضيفينا الكريمين السيدة أزروال الملكة والسيد الحاج علي أحجو، عضو سابق بالجماعة المذكورة خلال الولايتين السابقتين. لنبدأ في الأول مع الحاج علي أحجوبي، اللي هو أصلا كان عضوا داخل الجماعة القروية أقصري لولايتين سابقتين، وسنتحاور معه باللغة الأمازيغية. الحاج علي مرحبا. مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر إذاعة أشتوكم، واحدة متنقلة أشتوكم، اللي يشرفني إن شاء الله سمس البرنامجات إن شاء الله. كمل إن شاء الله الكل الحاج علي أحجوبي، يعني مرشح يعني و النائب الأول رئيس جامعة أقصري لولايات سنة الولايات الدائرة الثالثة لغلان كوزي دوران، يعني أغني فلا أغني زدار كاسدرنت أقرض التانيت. هذا بالنسبة للجماعة سناك الولايات. بلاتي الحاج، مازال ما دخلناش وثاني كيما سمى سنة الانتخابات الاستحقاقات المقبلة. غلاد الحاج، تزريت سنة الولايتين من 2003 إلى 2015 الجامعة القروية أقصري. غير أن دخلت نيت من 2003 إلى 2015 مانيك سنة اللي توفيت الجماعة هنا مانيك اللي تلقى. دما كيست تسكر من 2003 إلى 2015. الجماعة أولا نفتيت من 2003 غنبدا نفد الجماعة، يعني تالها وردي نسكر الحاجة اللي صغار مردو كنت لقيت المشاكل تاع سافير غير في الرئاسة في غير في الوقت اللي نغلو كني بعد اسبوع سي زوال هاتي ما غرد الجماعة اللي خت الفترة اللي خت نسعيد انا كان السي بعدا ملي تولى ملي بالنسبة الاول تبدل الجماعة غير اللي نسكر بالنسبة للجماعة كل شيء بالنسبة لجماعة الدوائر ذاك نحقق 99% شكون الإنارين وفاتين والو يلاه 10% إنارين إيدوران. يعني أنت فوت حماس الجامعة وقصري ورتي بارك السكة، يعني أنت 10% يعني الجامعة وقصري دوران لأن اللي بدا ختي لاس. أنا اللي بدا ختي لاس دوران كلشي. أنا في نسكر أنا المسائل المشاكل غنصنع الإنارة، يعني غير نخطيت 99% كلت غانا غنسي دوران تقريبا هاتي لا ميت غنصنع لا لي مارشيز لا كلشي، يعني بالنسبة للإنارة. بالنسبه للمساليك هي غرس بالنسبه لي غرسني بلاتني بالنسبه للانتفاوت صافي تقرب ما تغطي كل شيء الجامعه وقصري تقريبا تقريبا كل شيء والله سنه ثلاثه كنت نسنت انتفاوت اي غير تنسني بانك رات لي مرات اركوس تيتكان الاساس من اي تمازير تكيس عيش ميدو دونك ملي قالت انتفاوت قالت توامان قالت غرس قالت المصالح الاداريه السكوان اذا غير كنت نزرات انتفاوت انك تحقق ميديس غير اللي قال مهم بزاف اللي قالت في ثمن 95% انتفاوت مثلا جاني دوران جماعه وقصري قالت ديما غرس ملي كيس كان عمل مثلا جماعه وقصري من 2003 ل 2015 غرس نحقق كيس تقريبا حتى تلتات كان 50% بالنسبه لغرس فين بيني وبين بيني وبين الدائره الثالثه نيت كانت كيس غرس نفك الحزن واخا نفى يعني 50% غرس المسالك نعم. بلا ولي قال لي وانا بلاتي قالوا بلا ولي قالوا لي مش دايره غير سقسي وانا كنت في سنتين سوال شكون وانا اللي تبرم على حسب كاع والجامعات كل شيء غادي قالوا الجامعه خصوصا نحقق نسكا 50 ولا 70% المسالك الا كزغوا لي لا تبريط الا كزغوا لي كيزيروا غير كنفك اساس العزله فهمتي الحمد لله. نعم. اما بالنسبه للامان امان غمس انتي دورانات ما كاين ديس داك امان سنتي غباغي ولي اللي ونزاري ستكمل مزامو كريسيني كوتني غوامان ايوا بالنسبه لك لا لا دابا غدا غير بالنسبه للجماعه كل شيء لا لا اقصري بعدا تي لا ولي اقصري تا غرات كله نجز كيس نيت نعاود نكمل تحت تات غد ومن ومن يعني لا صرح الشرب غنالي غي دوران يا بني نيت غنالي غي
يعني غدا الى مريت لقيت بعدا نسيي دوران حتى صافي استافدنا التعاون ديالنا البرنامج ديال التنميه البشريه مشيت استافد كي صغار ديال استافد كي صغيره حتى تدرم انا خصو تغامر سي دوران جوج كارت الثاني دائرا اما بالنسبه للجامعه وقت كل شيء تقريبا حتى 70% تولى دازنا يعني وما انا صالحش نعم الحاج غير هذا انه جلس النقطي كبر الانجازات اللي تكرم بحال ولايتين اللي اختين تكرم على سيد الجامعه القصري غير هذا انه جلس المصالح الاداريه السكان بما فيها المدارس المراكز الصحيه ملي قالت لي مراد تحمس انت الجامعه القصري حمس انت دوتنا دوتنا بالنسبه للمدارس تقريبا غير هذا الدوران كله كيقط ادوار ولا تنقيسوا مدرسه مش وشي زعما غير الاشكاليه غير التعليم واخا نتبع الاصلاحات ولا سميتو بالنسبه غير تشيل لكم المشاكل اللي دارها بالنسبه حتى للتعليم قلت لكم غير النقطه انا غادي اما بالنسبه للمدارس تعلم كل شيء خمس الجامعه القصر. شكرا الحاج فراند كوري طوال ان شاء الله. ننتقل الان مباشره للاستاذه ملكه ازروان وهي المرشحه عن النساء بحزب التجمع الوطني للاحرار وهي التجربه الثانيه لها في المسائل الحزبيه وفي المشاركات السياسيه. السؤال الاول استاذه ملكه، انت تتقدمين بلون الحمامه بمعنى حزب الوطني الاحرار. سؤالي هو ما هي الصعوبات اللي يمكن لك استاذه لقيتيها فاش اول مره خمرتك الفكره بانك انت بغيتي ترشحي وتدخلي الغمار ديال جماعه قرويه ضعيفه ماديا وانت بغيتي تمشي تخدمي هذه المنطقه؟ شنو هما الاهداف ديالك اللي بغيتي انك ديريهم في خدام هذا الترشح ديالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نشكر الجريده الالكترونيه اشكو ميديا على الاستضافه. ثانيا الرغبه ديالي في الدخول للغمار هذا الانتخابات ديال 14 تنبير هو اولا بانني انا انتمي لهذه المنطقه وابنه المنطقه، جذوري متجذره في هذه الدائره التي انتخبت ترشحت فيها. كذلك ارى مشاكل والصعوبات التي تعاني منها المراه، خصوصا المراه في المنطقه القرويه سورتو في هذه الدائره ثلاثه، ولذلك ارتأيت ان اخوض هذه المغامره التجربه السياسيه. نعم استاذه ملكه، دابا انت الان تنظرين بان تلك المنطقه خصوصا الدائره الثلاثه بجامعه قصري تعاني من بعض المشاكل خصوصا على الصعيد النسائي على ما اظن. اذا السؤال هو بماذا تعيدين الكتله الناخبه فيما لو نجحت في الانتخابات المقبله؟ فيما اذا يتحقق النجاح ان شاء الله رحيم اعيد النساء خصوصا بمشاريع تخص المرأة على العموم، سواء بالنسبة للمجال الصحي اللي كيعاني منها النساء بكثرة، كذلك بالنسبة للميدان التعليمي والتنموي. كما يقول الشاعر المرأة الأم مدرسة إذا أعددتها شعبا طيب الأعضاء. نعم، ما هي الأولويات التي ترين أنها سوف تكون في قلب اهتمامك لتحقيق مطالب الساكنة؟ الأولويات هي الطرق. نعم. بالنسبة لهاد المنطقة القروية لجامعة القصري، الشغل الشاغل ديال المنطقة هي الطرق. الطرق ما كتكونش الشتاء، ما كيكونش الناس كيتقطعوا من هاد الطرق. وأول حاجة اللي كتأدي للتنمية هي الطريق. إلا كاين الطريق كتكون المدرسة، غيكون الماء، غيكون الضوء، غيكون كل شيء. إذا الطرق هي الأساس في أي تنمية سواء كانت حضرية أو قروية. نعم، التغني والرزد هذا الحاج علي غير نزرى الانجازات اللي تحقق منها 2003 2015 وانتم كوني حماس انت الحزب التجمع الوطني الاحرار، كوني رئاسه جامعه دارونا خلا لمده 12 عام غير هذا يعني ولايتين. غير هذا من التيسيه وسقسيه ظني اريتهم ميتكان كي تجربه لي هذاك تبارك الله فيها ميتكان المشاكل اللي تيلين دار العضو يغيو رئيس الجامعه واخا نيت نستفول كيري يخدم ما تقال ما تقال ديموكريسي اللي تفاغوغ على اساس. ديموكريسي اولا خصها تيسكن بلاصه الزوال بينو وبين الاعضاء بينو وبين سميتو هذا ستين المشاكل يعني تسولت غير دريت تنيتي السؤال بينه وبين المصالح. نعم. ولا بين غير الجماعه. لا غير السؤال بالتفصيل سي سي سكيون. اولا ما يقال ديموكريسي اللي تفاهم السكان
خصوصا وان السكان اغلبيه سنغال اميين. النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، المشاريع اللي تسكر الجماعه الدوره صارت تسكر، طبيعه الحال بدات تسكر الاداره ديال ضنين. اذا ما قال المشاكل التيموكريسي اللي تفهم الاداره ديال ضنين، اذا راه يتبدل السكان بعدا. السكان يعني الا قلت بعد السكان راك ضرب من كان الحاجه غادي تفهمت ياك فهمت. مثلا الجماعه قلت سنت الموارد ديرو سنت باش تلبي كل شيء، ضربتي من كل المشاكل غير انا شكون كنت ثاني تفلتي الاثنين يعني على الاخر تفهم شو بانه هذه الموارد شكون ضرب كنا تلقى راسك تسنت الجماعه وقصرت ولا سميتو انا سي قدام غير ضرب الطلب غير الناس يعني الامر زيد المبادره زيد الجهه زيد باش رديت نتحول نشحي ان شاء الله باش هذا فيني الاهتمام يقول هذا هذا عمل باش نلبي شكون الجماعه مقول قلت 11 دائره ياك فهمتيني الموارد نس دروس باش تفتي غواد تكسي غواد خصها تسكات ولين انت فاش شويه ملي كان المشاكل ديال الناس ديال الساكنه اما الاداره الساكنه الادارات يعني رديت نتلافى الصعوبات بعد المسائل جوج هذاك الاداره المياه والغابات غير على الاخر غادي تزرد في المسالك اللي انا نزري المياه والغابات صوت السيترنا كما زيرت اولا نتمنى غادي نكدي سنين الشوط غنسيو غراسيت غنيت وغنيت الزرمت يعني نورمال نوفا ديال الكورتين وليد هي كاغاد غير اللي دخل يتكا الاداره الساميه اللي سميتو هادي كله ما يدندش الاخبار يعني معني الامر كلشي وكان غير زوج ديال الشغل غير باش غنغمسوا الجامعه وكثير الجامعات كلشي غير المغرب كله النقطة السوداء المياه والغابات. نعم المشكل المندوبية السامية للمياه والغابات بقى مشكل وطني حتى تطرح بحال البرلمان. غير درنا نولي سما سنة الانتخابات الاستحقاقات المقبلة الانتخابات الجماعية اليوم 14 تنوير 2015. غير هذا آخر سؤال السي الحاج قبل أن نولي أستاذ أستاذ أنا حتى قلت لك واخا يعني حتى الليلة عند الجامعات غينا نعم ماشي غير المياه والغابات الوكالة الحضرية نعم وهذه حتى المشكلة اللي تطرح على البرلمان نعم يعني حتى الاثنين تيسكرنا على المشاكل ديال الناس من الدين واخا بغينا درنا نوريس الانتخابات الجماعيه المقبله ان شاء الله السؤال اللي نوراه عندك في حسين ما قال البرنامج النون خصوصا وقت المغيات الدائره كي الاستاذه ملكه البرنامج النون اللي صرت تقنع من الساكنه باش فلون صوتنا شكون درتهم بان وتكوني كاين الغماس انت وبارز لي ساتيني الشلح لا الاحزاب يا ضنين اذا كني ما ستوعد ميدنا في البرنامج ديالنا كيتسكر من الولايات اللي تجيش كاين ان شاء الله نبدأ استاذه ملكه واخا بالنسبه للبرنامج ديال حزب الجامع الوطني الاحرار بالنسبه للدائره اللي كتشرت فيها الدائره ثلاثه كنظن بان نحو الاميه باعتبار الناس تقريبا اغلبيه اميين يجد صعوبة في الحياة سواء بالنسبة إداريا واجتماعيا الأخير إذا محو الأمية هي المسألة الأولى اللي خصنا نخدموا عليها ثانيا بالنسبة للتكوين بالنسبة للنساء سواء في المجال الصحي كيفاش غتعامل صحيا مع عادتها ومع الأولاد ديالها ثم المشاريع مديرة للدخل للمرأة للسكينة كبر. نعم أستاذة مالكة أنا تجيني فكرة كنعرفوا بأنه منطقة إداوتنان معروفة كثير بالعسل وباللوز ما كتفكروش معاد ديروا مشاريع نتوما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمعية الجماعة إن شاء الله مستقبلا باش ديروا تما مشاريع القرويات اللي هما كيفهموا الا في هاد الامور كيفهموا في اللوز كيفهموا في املو كيفهموا في العسل الى اخره يمكن ديروا مشاريع اللي يمكن المراه القرويه تما في ديك المنطقه تشتغل وفي نفس الوقت يعود عليها هذاك الاشتغال بالنفع هذا هو اللي ان شاء الله اللي في البرنامج ديالنا غنخدموا على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لايجاد مشاريع مديره للدخل تعود على السكينه بالخير ان شاء الله نعود لك استاذ الحاج علي وحجوبي حنا كنعرفوا الحاج نتسنى بانه الجماعات ركزتين اعطاء الاعضاء المختلفين التلاوين بمعنى هذا من هذا الحزب هذا من هذا الحزب كنعرفوا واخا يزري الانتخابات انا دخلتم انا كنت حماس الجماعه غير الناس راح تكرموا الانتخابات يا ضنين المجلس النون تستلم الرئيس النواب الى اخره السؤال هو إذا تزرعت بأن الانتخابات المقبلة إن شاء الله
رد اختصاصي طمز من رئاسه الجامعه القرويه لعقصري، وانت بانتي مثال ما صدق ان شاء الله صدق ان شاء الله ان شاء الله. باش كل اغلبيه نقولوا غير الحزب على اولا، علاش ما قالش السبب اللي غنقال على الحزب باش حتى مسكنا بلاصتنا في المجلس الاقليمي؟ هذا قال لي هدفنا، باش كنت انت راه غيعاون ان شاء الله نخدموا ان شاء الله 100%. مالو قال الاحزاب اللي كل باهر يتحكوا الحماس انت الجامعه وقصري؟ غير قال الاصاله الاتحاد الاشتراكي العداله والتنميه. اذا غير اضرب عاد الاحزابات غدا يعني بارين قالتو بواسن سند باش نضم سند المجلس الاخير. شكرا الحاج علي الحجور راه متشكر تنميتك. شكرا استاذه ملكه ازروال على 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 الاراء ديالك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، اتينا الى نهايه هذا اللقاء المباشر معكم مع الحزب الوطني التجمع الوطني للاحرار، ولنا لقاء ان شاء الله مستقبلا مع حزب اخر، فابقوا معنا.